كرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. كانوا ثلاثة من الشباب المثقف جمعت بينهم الدراسة الجامعية، كما جمعت بينهم روح النكتة والمرح وخفة الروح. وقد بدأوا مع بداية التلفزيون العربي بالاستكشاف، ثم اتجهوا إلى المسرح وخاصة المسرح الفكاهي الاستعراضي. وبينما الثلاثي يشق طريقه بنجاح، اختطف الموت أحدهم، المرحوم الضيف أحمد، كأنما كان فعلا ضيفا عابرا على الحياة. وواصل زميلاه الرسالة بإصرار وبنجاح، حيث ينضم إليهما بين وقت وآخر عنصر نسائي جديد. أيها السادة، سهرتنا الليلة مع ثلاثي أضواء المسرح، مع جورج وسمير. مساء الخير يا أجمل ثلاثي. مساء النور يا أجمل برنامج. عاوز أقول على حاجة. أيوة. ما عرفش، يعني هو شعور خاص عندي، ما عرفش، أنا كل ما بشوفكم بيجي لي الضحك. ممكن تفسير الحكاية دي، هل لأن الواحد بيفتكر حاجات ليكو، ولا أنتوا شكلكم مضحك ولا إيه؟ مش عارف، يعني هي يعني حاجة بتاعت ربنا. أستاذ جورج بتاعت ربنا. ما نعرفش فيها الغد. هو يمكن أول حركة، يمكن نسيتك تفتكر فعلا حاجة معينة تضحك، صورة معينة تضحك فتذكر. ما دي بقى بتبقى المشكلة بتاع الواحد وهو ماشي في الشارع. إزاي إنه يبقى ماشي محترم جدا ويلاقي اتنين تلاتة مثلا ما فيش محدش من أي مثلا ضحك، تلاقي واحد راح ضاحك في وشك. طب يقول حاجة، يقول صباح الخير صباح النور، أرد، إنما يروح فائع ضحكة في وشك، ما هتقول له إيه؟ ما تقولوش حاجة. وتكون مثلا أنا ما عنديش استعداد أضحك، فأضطر غصب عني يا أبتسم يا أقول أهلا، بإنما يا ريت اللي يضحك في وشي يقول حاجة. يعني حقيقي ده نداء مخاص اللي قابل الواحد فينا ويضحك يقول حاجة، يا إزيك يا، إنما يا ابني شام وبس. أنت بتعاني من الحكاية دي يا جورج؟ كتير أوي، بس ساعات يعني أبقى مثلا عايز أقول له حاجة، ألاقي نفسي كده رحت فاتح بقى على الآخر وببتسم له، لأن طب هعمل إيه غير أن أنا ابتسم له؟ يعني لو فكرت بيني من نفسي أنا يعني بكون مشحون ساعات، أكون متضايق بتاع، فببتسم غصب عني. دي بتأثر على الواحد، لأن يلاقي نفسه زي العبيط راح فاتح بقه كده. يعني ضحكة مجاملة بتكون في حالة نفسية غير الواحد موجود فيها. طب الضحكة الناعمة الظريفة اللي سمعناها دلوقتي دي، ممكن تعرفينا بنفسك؟ بوسي. بوسي؟ طبعا انت عارف ايه اللي بتسمى باسم بوسي؟ القط. ده انت يعني القطة بتاعتك، ده القطة النص الثالث الحلو للثلاثي دلوقتي. يعني ان شاء الله نبنة المسرحية الجديدة. المسرحية يعني هي جوليا روميت، هي بعد يعني مش استفتاء، بعد اراء كبيرة وبحث ومشاورة، الوحيدة التي تصلح لدور جوليت شكلا واداءا، والضحكه اللي سيادتك سمعتها بوسي. ضحكه الكناري هي ضحكه ولا نونوه؟ كل حاجه. هو فعلا وشها يدي على جولييت، مش كده؟ في البراءه وكده والجمال وكل الرومانسيه بتاع العمليه. متجلي يعني. وشها متجلي يعني. طب نسيب المخرج الأستاذ حسن عبد السلام عشان يكلمنا في اختياره بالذات. بالمناسبة قبل ما ننقل على الأستاذ حسن، برضو الأستاذ حسن عايش في نفس المشكلة بتاع الضحك، وهو بيشتغل معانا وجورج في وسط المشهد، وهو مندمج اندماج كامل، وفي حتة هو يحب يخرجها باللغة العربية. زي بيقول
انا وجورج نسيبه في عز ما نروح قايلين حاجه في النص نضيع كل اللي عارف. بس لازم كده تمشي باللغه العربيه كل اللغه. لا وهو الحقيقه كمان ان يعني الكوميديان الحقيقي يعني مش مجرد مسميات، يعني هم لابد ان يتسم اساسا بخفه الظل المطلقه، ودي موجوده لدرجه التشبع، يعني درجه البلوره فعلا موجوده في جورج وسمير وسمير وجورج مع بعض يعني. وايضا الحضور المسرحي، الحضور اللي بيصل الى القلب مباشره يعني، فهم بالتالي من بخفه ظلهم بحضورهم بذكائهم السريع البديهه كل ده بيكون منهم ما يسمى بالفكره الثابته، يعني بيتحولوا لفكره ثابته اول ما الناس تشوفهم متوقعين انهم هيسخسخوا على روحهم. انا نفسي بضطر اتكلم معهم باللغه العربيه حرصا مني على التماسك عشان ابقى صلب وماسك نفسي. يعني ايه تكلم معهم باللغه العربيه ازاي؟ انا يعني لو كلمت عاد زي ما انا بتكلم كده دلوقتي هيضحكوني فعلا، فبضطر اقول اياك ارى لابد وان تتماسك قليلا التداخل، وبضطر اعمل كده وانا ماسك روحي. ارهاصات الدور النفسيه، انا لغايه دلوقتي مش عارف ارهاصات الدور النفسيه يعني. طب اشرح لنا بقى ارهاصات الدور. لا يعني مثلا اقول له يا جورج او يا سمير، المفروض ان هنا هو الجمله اللي انت بتقولها اذا كانت جمله اساسا جمله لفظ ولا جمله حركيه ولا اساسا الترجمات بتاعتها من ناحيه التعبير في الوجه او الناحيه النفسيه دي عباره عن مؤشر او ارهاصه هتتسمع في الفصل التالي او الثالث تطلع مني ارهاصه. شفت بقى لا الحقيقه بقى لا الحقيقه. طب ما هو انت مجرد انك تقول لهم اياك كذا وارهاصه ده يسخسخهم الضحك هم بقى انا لا اتحول الى كوميديا. الحقيقه انا عاوز اتكلم عنهم، يمكن انا معشرهم النهارده دي خامس سنه. اخرجت لهم ايه استاذ؟ انا اخرجت لهم دي ثالث روايه لي. اول روايه كانت طبيخ الملائكه، وده كان الانتاج الثاني للفرقه الحقيقيه او للولاده الحقيقيه للثلاثي اضواء المسرح كفرقه دراميه مسرحيه يعني. والروايه الثانيه كانت بعد اربع سنين من اخراج الروايه دي، هي موسيقى في الحي الشرقي، وبعدين احنا بصدد جوليو وروميت انها تطلع للوجود بعد ايام. بس ظريفة قوي قلب حكاية روميو وجولييت إلى جوليو وروميت. بس احنا ما قلبناش، هي الفكرة مش القلب يعني، بناخد روميو وجولييت ونسخر منهم بحيث ان احنا نقلبهم ابدا، عشان هو احنا حيث انتهى روميو وجولييت حيث يبدأ الثلاثي في تناول المشكلة بتاعته. طبعا انا كنت عايزه اقول حاجه، عايزه استاذ حسن عبد السلام يوضح فكره المسرحيه، لان اكتر من شخص قابلني على اساس ان كان طلعت في فكره انهم هيعملوا الحاجات الكلاسيك بتاعت شكسبير ويعملوها بتهريج او يعملوها بلون كوميدي، وفي كانت اراء كتير قوي ضد ان ازاي يكون ادب على المستوى الراقي دوت ان يتاخد بموضع الكوميديا وكده هوت. فعايز حضرتك توري لهم ان ديت القصه اصلا اللي معموله عن ثلاثي دلوقتي مش متاخده ان احنا ناخد القصه ونسخر منها، عايز اوضح الفكره اللي مبنيه عليها نفس القصه. هو يعني يمكن توضيحي اساسا للفكره دي، طبعا انا شخصيا لا اقبل ولا الثلاثي يقبل ان تمسخ الاعمال الادبيه اللي هي الارض الحقيقيه اللي واقف عليها الفكر الانساني كله. لكن حقيقه هنا احنا ما بنتناولش بالمسخ اعمال شكسبير اطلاقا. هو شكسبير بيقدم عندنا فعلا، روميو وجولييت لشكسبير بتقدم كأرض بتقف عليها المسرحية وبتتجسد فعلا التيمة الأساسية لروميو وجولييت، وبنربط بينها ما بين جوليو وروميت كمأساة كخطوة في طريق نفس العاطفة الملتهبة، العاطفة الطاهرة، العاطفة الصادقة جدا من شاب وفتاة بيحبوا بعض إلى درجة العبادة، لكن لظروف التعصب اللي حواليهم، التعصب بين العيلتين بيدفع الحب ده إلى الانتحار فعلا، إلى اختناق في قلوبهم في عيونهم في أنفسهم في كلماتهم، من هنا بيصمموا على الانتحار. احنا حيث الانتحار حيث تبدأ المسرحية بالرغم يعني من ان شكسبير انتهى بيها. يعني انتوا بتاخدوا من حيث انتهى شكسبير علما بقى بان في حاجة امتداد يعني الحدودة نفسها امتداد التيمة بتاع شكسبير. بس في نقطة ما اتخدتش التيمة تيمة حب مطلقة وبس بنعرفها من خلال فتى وفتاة ابدا، ده التيمة هنا دعوة الى الحب لكل المجتمعات لكل العالم الانساني. لا يعني هو فكرة اتنين بيحبوا بعض والعيلتين بيعرضوا الحكاية دي، يعني فكرة موجودة في الحياة الإنسانية وممكن تتناول بأكثر من صورة. يعني حتى في فيلم لعبد الوهاب أفتكره من كام سنة، يوم سعيد، ما هو برضو قائم على نفس الفكرة. مش كده ولا ايه بتاع ممنوع الحب ولا يوم سعيد؟ ممنوع الحب. حضرتك زوجة الفنان نور الشريف،
وحضرتك زوج الفنانة هدى سلطان. أتشرف بأنها زوجتي وأنا زوجها. وحضرتك يا أستاذ سمير أنت زوج مين؟ أستاذ جورج. أستاذ جورج احنا منتظرين الفرق. بس احنا مجوزين الفرقه. زوج الفنانه فرقه ثلاثه مصر. بس انا متهيألي انه هيبقى صعب عليكم انتوا الاثنين بالذات انكم تختاروا اي زوجه بعد ما عملتوا جميع الالوان النسائيه. ما هو ده حقيقي. يعني مش معقول. ها طبعا ده انا خايف احسن حد يتجوزكم. يعني انا ان شاء الله اتمنى واحده شبه جورج وهو لابس ست مثلا، ابقى سعيد جدا واتجوزها وهو كمان يعني تهيألي. ونخلص. طب بالمناسبة ايه سر نجاحكو في تقديم الالوان النسائية وخصوصا في الفوازير الاخرانية بتاعت رمضان اللي في كانت في التلفزيون وقدمتوا نماذج مختلفة والوان مختلفة، ويعني هل انتوا يعني عشتوا نفسية المرأة فترة كافية بحركتها الصغيرة الرفيعة بلفتتها؟ يعني بقيت تعملوا حاجات غريبة جدا يعني ازاي؟ ما اعرفش انا. احنا بنقدم سؤال محرج. لا 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 حقيقي. لا بالعكس، انا شخصيا لما مجرد ما بعمل كاركتر الست او الشخصية دي لفترة بقى بحس باحساس ان انا فعلا بدي احساس ست كله. يعني انا بحس كده. يعني ده ممكن اي حد يطلب ايدك ترضى اتفاهم معاه بعد التسجيل ده فكرة يعني. وبعدين الكاركتر اللي بيعمله جورج للست غير الكاركتر اللي بعمله انا للست مختلف. طب قول لي، هو بيعمل الست ان هي وانت بتعمل جورج بيؤدي دور الست بنت البلد الفالجر الشلق اللي دمها شربات. يعني بالعربي قرشانة بس دمها خفيف جدا. انه ما حدش يطلب ايدها يعني اطلاقا يعني. هي اللي تطلب. بالضرب. انا بأدي دور الست الكركوبة اللي راح عليها الزمن ومحلية نفسها بالعافية. يعني انما ممكن تبقى مودر بس يعني حاجه يعني ممكن مودر او يعني عدى عليها الزمن أو. يعني واحده مثلا بارونيس حاجه كده عانس كده يعني. طب ممكن تفتكروا لنا حاجه كده من الحوار اللطيف في بعض حاجاتكم النسائيه؟ احنا بقى مش هنقول حته بقى غنائيه شويه. هي كان اغنيه معروفه للاستاذ ضياء وندى قلبناها احنا عملناها ثنائي البردان ضياء وندم. ضياء وندم او غدا وعشاء. غدا وعشاء هنايا. بم 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 ضرر ني لا لا ني لا لا جرم طرم طم ترر ني لا لا ني لا لا الله قربت علي يا عايز يا عايز اتفسح في الجنينة جنينة ايه جنينة ايه الله قربت علي يا عايز يا عايز نتفسح في الجنينة جنينة ايه جنينة ايه جنينة الحياة يا وانا انت زريف طب ابوك ساقهما انت سخيف اغننك الحيوان انت زريف طب ابوك ساقهما انت زريف وانا زريف وانا زريف وانا زريف هلو لا 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 لو لا 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 شارك أكلام بيقرص قلبي الولهان يا سلام وانت كمان أصلك جربان وفي حبك روحي لومان قولي كمان قالولي في شارك أكلام بيقرص قلبي الولهان وانت كمان أصلك كحيان وفي حبك روحي لومان قولي كمان نفسي تعكسني دي حاجة تنرفسني يا ما نفسي تعكسني دي حاجة تفلعصني وانا ظريف وانا ظريف وانا ظريف وعيونك من غير ريم
يموش وجلدك من الميه يبوش. يا سلام نارا. وانت كمان اصلك كحيان وتلقاني في الفستان. قولي كمان نارا. عيونك من غير ريموش وجلدك من الميه يبوش. يا سلام وانت كمان اصلك شمام وتلقاني في الفستان. قولي كمان نارا. قامت يلا بنا يلا الجبال يا اسم الله. قامت يلا بنا يلا الجبال يا اسم الله. وانا ظريف وانا ظريف وانا ظريف. الفلاله لازم تكون مزعجه طبعا. لا وتقول لي بعد كده الناس مش عاوزينهم يموتوا من الضحك لما يشوفوكم. لا ده حاجه ظريفه جدا الحقيقه. ممكن اعرف سر نجاحكم؟ يعني هل انكم بتغنوا مثلا وانكم بتعملوا النكت الظريفه وانكم بتادوا بايقاع جديد؟ يعني ايه اللي بتعتبروه يعني احد العوامل الرئيسيه في نجاحكم؟ واهم حاجه التجديد. يعني الناس بتنتظر مننا دايما الجديد. يعني مجرد فكره الثلاثي اولا هي فكره جديده. فكره جديده. ما فيش ثلاثي قبلكم ابدا ولا ثلاثي المرح يمكن الغلاء ثلاثي الطرب ده حاجه ثانيه. ده بيغنوا ثلاثه بتاع انما ثلاثه كوميديان مع بعض. لا ما كانش. يعني احنا بنركز حاليا في الفرقه المسرحيه. فرقه واعضاء الفرقه وبعدين كل مسرحيه سيادتك تشوفها لون غير المسرحيه اللي بعدها. صح. بس انتوا تطوير باستمرار. انتوا حتى كنتوا ناجحين قبل المسرح. قبل في الليل النمر والسكتشات يعني والحاجات دي. ده حقيقي. ما هو احنا يعني فورا تطورنا للمسرح. هو فيش قالب معين. الايتيمز اللي قدمناها يعني حضرتك ممكن تقول عليها فكرة الايتم نفسها ممكن تبقى مسرحية ممكن تبقى فيلم لانها فكرة جديدة نوفي. أي. يعني مش بنقدم فكرة مثلا حد عملها قبلنا ولا حد هيعملها بعدنا يعني. وبعدين معظمها انتقادية يعني الحقيقة. في صورة استاذ حسن يمكن انا لان عشرتهم بقالي 5 سنين من خلال مسرح بالذات كان هم بدأوا ينشؤوا بقائهم ونجاحهم ايضا قائم على ان ما فيش واحد اسمه جورج ما فيش واحد اسمه سمير اطلاقا. دول عباره ما انا مره سميتهم حتى سورج وجميل. لان فعلا هم مذابين في بعض جدا وبينكروا ذاتهم في سبيل شخصيه اعتباريه هي التطور المسرحي او الفكره المسرحيه او النجاح المسرحي. وده يمكن اهم دعامه لنجاحهم. يعني تيم ويرك والاثنين دايبين في حاجه واحده اسمها الثلاثي. يعني هي عيلة الثلاثي عيلة مسرحية. عيلة كل واحد بيقوم بواجبه فيها. ارتباط وثيق وكده. ايه اللي جمعكم على بعض؟ ازاي الفكرة بدأت؟ بالصدفة. ازاي؟ هي الفكرة اساسا ان احنا كلنا جامعات مختلفة. انا كنت جامعة اسكندرية جورج جامعة خريج ايه استاذ زراعة. وانت خريج ايه استاذ زراعة؟ انتوا كنتوا الاثنين زراعة. تزرعوا ايه في المجتمع؟ والله انا نفسي ما عنديش اي فكرة عنها ده حقيقي يعني. انا كنت متخصص انتاج تربية حيوان. اكيد جورج كان حقيقي كان لعين نسبة الدهن في العجول. انا فاكرها اكيد. ايه؟ امال ايه؟ في اللبن. وخارج زراعة هتكشفنا بس يعني على الاسير. في حد عين نسبة الدهن في العجول؟ انا عايز اوصل للعجول اللي هي العجول اللي هي العقول. العقول. لا حقيقة أنا حضرته سنة في اسكندرية في مزرعة أبيس. كان يا عيني كان يرجع بقى وحاجة تعبان أوي وجري في الأوضة. ايه جري في الاوضه دي؟ حوادث. هو قاعد طول النهار في المزرعه تعبان. وبعدين مفيش اكل منظم هناك فكان من كتر قعده طول النهار مع الحيوانات جاي متاثر قوي بالاصوات وبالاداء فيرجع يعمل زيطه في البيت وخلاص. وبعدين يعني فكرتوا ازاي انكم تسيبوا خط الدراسه وتدخلوا على الفن؟ انا قابلت يعني جورج في اسبوع الشباب. دراسه يعني دراسة خلصت يعني. انتهت. لا انا شخصيا يعني كنت خلصت ماجستير كمان يعني كمان. وكنت داخل على عمليه دكتوراه بقى وعمليه زي دي بس لسه ما خلصتهاش. لا هو مدوحر وبيقاوح يعني لسه شغال. فهي كلها اساس كانت منافسه في اسابيع شباب الجامعات كنا منافسين كلنا. ده باختصار شديد لغايه ما ظهر التلفزيون وانا قابلت جورج بالصدفه. انا راكب الاتوبيس وهو كان ماشي
ورحت نطيت من الاوتوبيس نزلت له قال لي في برنامج اسمه مع الناس بتاع الاستاذ فؤاد منيب وبتاعنا نعمل حاجه من السكتشات اللي عملناها سوا في الجامعه. رحنا عملناها ودي كانت البدايه. وبعدين كان معانا الاستاذ الاخ عادل نصيف اللي هو سافر بره حاليا دلوقتي, كان قبل المرحوم الضيف جه معانا وعملنا سكتش تاني بعدها ونجح جدا اسمه حول العالم. شفنا الاستاذ محمد سالم بالصدفه فانتوا مين وفين واتفق معانا وعملنا البرنامج مع اضواء المسرح برضو بالصدفه. وبالصدفه عملنا سكتش دكتور الحقني اللي هو كان انا بعتبره اللي لفت نظر يعني الجمهور يعني البدايه واز ستارت مجرد ان في ايه يعني احنا هنقول ايه. طب ايه سر نجاح دكتور الحقني؟ انا اقول هو قاعه طبله دايما احنا عندنا واحنا صغيرين يعني في البيت. اول ما الولد يبتدي يمشي مامته وابوه يسقفوا له يقولوا له ارقص تاتا مش عارف ايه كلها شرقيين نحب الريتم الشرقي وبعدين احنا شعب فنان اساسا حتى بتاع الترمس هو ماشي بينادي على الترمس بيغني بتاع القوطه بيغني يعني يعني الظريف فيها لما تبقى واحده رقاصه بطريقتها وتروح تقول الدكتور بترقص دكتور يعني قلناها دكتور الحقني عادي ما فيهاش حاجه انما على الايقاع واحده ونص مشت بدليل احنا بعد كده عملنا كوتوموتو برضو خدت نفس ومن هنا ابتدينا الحوار المنغم على الايقاع. طب في رايكم كان ايه اهم خصائص المرحوم الضيف؟ انا في رايي بالنسبه لخصائص المرحوم الضيف انه الضيف كان جواه في اعماقه يعني انفجار رهيب بالنسبه للمسرح وبالنسبه للامال وبالنسبه للحاجات دي كان بيسبق الوقت بشكل شنيع. وبعدين انا شخصيا استفدت منه حاجات كتير قوي حقيقي يعني الضيف كان الكوميديان الوحيد اللي يقف على المسرح لو استمر يضحك هو طول الروايه انت لن تمل اطلاقا. يعني كنا بنشتغل سوا كان مثلا يعمل اي حاجه ويضحك هو عليها جورج يعني ما شاء الله وشه ما يضحكش ابدا ممكن يعمل كنترول على نفسه انا غصب عني اضحك يروح مدخل دماغه جوايا فانا اللي ابان قدام الجمهور بضحك هو ما يبانش خالص. فكان انسان روحه خفيفه يعني الله يرحمه حقيقي كان ولا زالت روحه معانا لغايه يعني احنا بنشتغل بنحس ان هو معانا. علشان كده انا نفسي في حاجه. نفسك في ايه يا فيلسوف؟ افراج هروب ولا سرحان؟ افراج صحيح عندك نفوذ امتى وفين ما تقول يا جبان. افراج حكاية الافراج دي انا نسيتها من زمان. انا نفسي انام على الارض امد رجلي واشوف النجوم كلها وانا ببص من شباك الزنزانة بشوف تلات نجوم بس مفيش غيرهم بيقطعهم حديد الشباك. نفسكش في السماء وبص للنجوم كلها واصحاش على صوت السلاسل واصحى على الشمس. الشمس الشمس هي اللي تصحيني لكن انا عارف ان ده حلم مستحيل وعشان كده انا نفسي في حاجة تانية اعيش من غير امل وانام من غير ما احلم بالقفة والجبل. ربنا يسد نفسك وليه بتحلم كده؟ ده انا كنت طاق وافطس لو شفت الحلم ده. عندنا حلم تاني؟ في ايوه عندنا. القلب لما يندم بيفكر في الامل ولازم احنا نندم ونعيش على امل. امل بينا وبينه اكتر من 100 سنة انا بحلم بهلالاتي من شباك القضا وانا واقف اعد واحسب ذنوبي في الفضا الاقي الصبح جاني سقوني عالجبل اقطع فيه واقول له ساعدني 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 يا جبل واخلص عشان اخلص مشوارك بالعجل وارجع للدنيا كفر عن كل اللي حصل. عمري ما سمعت منه ولا همسة امل. ربنا يهد حيلك اهو انت جاك وجع كم حلم زي دولة ونفسك ينقطع.
انا كل ليله بحلم بوسه محمره وانت حلوه جنبي خدودها مدوره جايبه تفاحه حمره مش صنف الاكسيره ارميها واقول لها امشي هاتي واحده مقشره قال كل ليله بحلم بوسه محمره من نفسي وبنت حلوة جنبه خدودها مدورة جايبة تفاحة حمرا بالصنف الاكسيرة ارميها وقولها امشي هاتي واحدة مقشرة. يعني الحقيقة وفاءكم لي مستمر وتقديركم لي مستمر طبعاً. لكن مش متصور ازاي بعد ما راح اللحظات الاولى او الايام الاولى كانت فظيعه وانتوا بتواجهوا الجمهور وكده يعني دي كانت كارثه بالنسبه لنا. ايام قاسيه جدا يعني احنا قعدنا سنه بالظبط نكافح عشان نقف على رجلينا انا وسمير في عدد قليل جدا من الجمهور بحيث ان بس صمدنا يعني كانت مرحله صمود جامده جدا بالنسبه لفرقه ثلاثي صوت المسرح وجت عروض كتير لان كان في بقى الناس عاطفيا يقولوا مش معقول نشوفكم ناقصين الضيف يعني حاجات واخدين على انكم نشوفكم ثلاثه وبتاع الحاجات دي على قد ما كانت بتجاملنا على قد ما كانت يعني بتهدنا نفسيا يعني ومع ذلك صمدنا لغايه ما شافوا ان الاعمال الناجحه يعني فيها روح الثلاثي اثبتنا يعني. ورينا جورجي ممكن يبقى ثلاثي انا ممكن ابقى ثلاثي وبقى اسم الثلاثي رمز زي نجيب الريحاني يعني بقت فرقه ثلاثي اضل مصحى الاسم رمز ثلاثي جورج الثلاثي انا وبعدين الثلاثي بقى يطعم دلوقتي بالجمال بقى بالحاجه بالعنصر الحريمي النسائي الجميل وخصوصا دلوقتي في جولييت يعني مش عايز اتكلم كتير تاني على جولييت فالفرقه بقت يعني تتحلى بعنصر ثالث نسائي جميل. طب بالمناسبه ليه ما بتخلوش العنصر الثالث ده يبقى ثابت بحيث يبقى في نظر يعني هو بالنسبه للعنصر النسائي عامه يعني في تجربتنا لغايه دلوقتي يعني كان غير مستقر مش ممكن ابدا ما اعرفش يعني هل ده حظنا احنا ام يعني العنصر النسائي غير مستقر مشكله ممكن اتدخل انا فيها بالنسبه لهم يعني اولا العنصر النسائي بالنسبه للروايات بتاعت الثلاثي مش ممكن ابدا يبقى ثابت لان الدور نفسه بيتشكل ويتغير كتكوين نفسي وكتكوين كذلك خلق يعني وبالتالي ادي مثلا سندريلا ادي جولييت لابد تكون بوسي لكن افتراض ان احنا مثلا بنعمل مسرحية اخرى كنا هنعملها اسمها قصة حب في واحدة زنجرة غجرية شرسة قوية البنيان مش ممكن تبقى بوسي بوسي الفكرة الحلوة جملة المزيكا الحلوة مش ممكن ساعتها تأديها بوسي من هنا لابد ان يتشكل العنصر النسائي ولا يمكن ان يثبت ابدا معاك وإلا هيبقى معنى كده انك تفصل الرواية على على قد الاشخاص وتخضع نفسك لفورم معين يعني لقالب معين يمكن انت عاوز تخرج عنه يعني طبعا. طب انت بتقول العنصر النسائي غير مستقر قصدك المرأة عموما يعني المرأة عموما غير مستقرة ولا المرأة الفنانة لا المرأة عموما انت عدو المرأة يا جورج لا احنا ما نقدرش نستغنى عن المرأة ومع ذلك الواحد ما يقدرش يعني انا واحد من الناس ما اقدرش استغنى عنهم وما اقدرش اقترن بيهم طب ايه بقى مشكلتك دي ما اعرفش مش انا محلها الفوازير اللي هنعمل يعني انا يعني حتى بالنسبه للزواج بالنسبه للفرقه يعني انا وسمير ما نعرفش نعيش ناس مرتبطين بستات نتجوزهم لان احنا بطبيعتنا بس ما تسنونيش انا قوي انا يعني برضو تتجوز لا مش عادي يعني هو جرب يعني بس ما تقفلش عليه يعني انما برضو يعني انا شخصيا اعتبر يعني انا بالنسبه لي بالنسبه لمسرح شغلي يعني الحب بيأثر في 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 شغلي في حاجات كتير قوي يعني الحب شيء جميل جدا فبيديني حقيقي دفعه قويه قوي ان انا اعمل حاجات كتير قوي بالنسبه لشغلي في اي حته يعني فنرجع للسؤال بتاع حضرتك اللي هو العنصر المرأة الفنانة غير مستقرة ده طبيعة العمل لما بتبقى بيجي جيلها عروض كتيرة ويجي حاجات كتيرة وبتاع ظروفها بتختلف فبنسيب احنا الحكاية دي اوبن خالص مفتوحة خالص بحريتها يعني
يعني نسيبك انت طير الحب. انا انا طليق. انا طائر الالحان. بكره يا طائر الحب تدخل في القفص. على هيحصل غصب عنك هيحصل. وهو حصل قبل كده يعني. ده عاوز قفص كبير قوي جورج ده. عاوز قفص زج زي بتاع الاسد. مش لاقين لي قفص. طب بمناسبة الفوازير، الفوازير من الحاجات اللي شهرتكم قوي ونجحت قوي. وفي رأيي انه التلفزيون ساعد قوي على نجاح الحركة السريعة في التلفزيون. واللفتات، اللقطات السريعة جدا كانت حاجة جديدة فعلا يعني على ايقاع العصر يعني. هو برنامج منوعات خفيف يعني بنعمله ببساطة جدا، اغاني على ضحك، على ما فيهوش مثلا يعني قصة معينة تشغلك. برنامج دائما متجدد. فرفشة فرفشة لمدة الربع ساعة اللي بعد المدفع مباشرة. بس هو حتى التتر بتاعه من أجمل ما يمكن. التتر طبعا لازم يعني التتر عامل حركة حلوة قوي في ال... ممكن نسمعه كده إذا افتكرته. وفي كذا احنا كل سنة بتغير من السنة دي تقريبا. فوازير رمضان فهلالك شهر مبارك يا حبيبنا يا رمضان. والله واشتقنا لك واشتقنا لضي هلالك والنور دايما مسالك يا رمضان. والله وبعد غيابك شرفت وجيت لحبابك اهلا ويا مرحبا بك يا رمضان. لا 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 لا. موضوع الفوازير صغنن كده لا قدي كده لا قدي كده. ستات 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 من كل الجنسيات على كل المستويات لذيذ. نقدم منها نماذج من الداخل ومن الخارج بعضهن عشا وفاشا من قديم الأزل قديم الأزل وبعضهن لم يتلاشى لسه عايش لم يزل لم يزل. والبعض الآخر منهن 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 كان عايش على أيام ننة إننة إننة. والبعض الآخر والأخير جال في الأنبع على خط كبير صغلل كده لا 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 قدي كده لا 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 قدي كده الله غنن كده وكفاية قدي كده مرة. لذيذ. انت عارف الحتة بتاعت مش عارف والله واشتقنا لك. لما كنت بسمعها في اواخر رمضان كنت بهتز كده يعني وبيصعب علي رمضان قوي يعني. اخد بالك كانت يعني تاتشي كده. كلمة تاتشي مؤثرة قوي. حلوة لفظ الاشتياق نفسه. بس دايما بنشتاق لرمضان حتى في رمضان حقيقة. والله بشعر جميل. تصور حضرتك الناس اللي بتشتغلوا فيه وتكذبوا. لا الناس اللي ما بيحسوش برمضان احنا هو كله خير كده. شهر كله خير وكله يعني احنا بنجهد في رمضان فعلا. يعني احنا في رمضان ما بننامش لان احنا بنصور الفوازير دي يوميا يوم بيوم. لا ده مجهود. في ايام كنا بنصور الفوازير دي بعد المسرح من واحدة بالليل. مجهود بشع حقيقي واضح يعني. طب انا شايف معنا اخ قاعد حط ايده على خده وبيشرب السيجارة ويعني لازم يكون احد افراد الفرقة متهيألي. فعلا هو احد افراد الاساسيين فرقة الفهيم القاضي يعني احد اضلاع الاعمدة الجامدة من المؤلف الملاكي. ده مؤلف المؤلف الملاكي يعني المؤلف الخاص للفرقة. الاستاذ فهيم القاضي كان بداية نجاح الفرقة في اول رواياته اللي كتبها. هو اللي الف لكم كل الروايات او اكترها. هو اكتبها اكترها تقريبا. طب استاذ فهيم تفضل. استاذ فهيم انت بعيد عننا ليه حبيبي؟ استاذ فهيم عاوز اسالك على حاجه. ايه السبب الايام دي انه يعني كتير قوي في المسرح وفي السينما بدانا ناخد الافكار العالميه ونبني عليها؟ يعني هل ده نقص في افكارنا ولا افكارنا ما بتلاقيش صدى عند الجمهور ولا ايه؟ لا هي يعني بص يعني مثلا اتعملت قبل كده موسيقى في الحي الشرقي مبنية على فكرة رواية أجنبية صوت الموسيقى وغيرها مثلا بتاعت مدبولي اسمها ايه
هلو تشاو العيلة طيبين العيلة طيبين والتانية بتاعت الفتوات دول الأوغاد دول في المدرسة دول المدرسة المشاغبين المدرسة المشاغبين يعني وهلو دول كله ايه الحكاية يعني ايه المسرح متجه ليه كده لا هو يمكن بالنسبة لنا احنا بالذات اتكلم عن الفرقة هنا بالنسبة لاختيارنا في الروايات يعني واحنا بنختار في الحقيقة موضوع معين وبعدين بنعايش هذا الموضوع وبنعمل له معالجة مصرية تماما تبعده تماما عن الأصل الأجنبي بتاعه يعني بناخد الفكرة فقط لغير وبعدين بيعتبر العمل مؤلف مصري فعلا وبعدين الأفكار زي ما سيادتك تعرف إنها محدودة في العالم كله يعني في العالم كله في العالم كله محدودة يعني هو يمكن النقاد حددوها بحوالي 36 فكرة لا قصدك يعني العناصر اللي بتتكون منها انفعالات البشر هي المحدودة لكن القصص غير محدود من يوم ربنا خلق الإنسان وهو بيعمل قصص وهيستمر يعمل قصص إلى الأبد أيوة بس يعني احنا فعلا بناخد الفكرة وبنحولها إلى قصة أخرى مصرية صميمة بس برضو بتعتمد على أرض هي ده من ناحيتنا احنا بقول حاجه على ارض اخرى يعني من ناحيه الافكار عندنا هنا يعني اصبحت الافكار من صميم مجتمعنا ومن صميم يعني اتعالجت الحاجات دي بصور كتيره فاصبحت الافكار يعني شعبنا مثلا يختلف عن شعب الانجليزي عن الشعب الهندي عن شعب الشعوب فكل شعب له مشاكله وله افكاره فمفيش معنى ابدا ان احنا فكره من هناك نطورها الا فكره تديلها الدم المصري تديلها الدم يعني. بس بقول لحضرتك حاجه يعني هي قصه حب عموما يعني احنا مش بنستورد افكار قد ما بنستورد فكره بتمشي مع فكرنا يعني مثلا قصه حب اللي بنعيشها هنا غير اللي يعني لو جينا لحب رومانسي هيبقى كله واحد هنا هناك في اي حته لكن من خلال مجتمعنا مثلا عايزين نعيش قصه الحب دي في بيئه شعبيه مصريه فعلا ارض مصريه بنقلبها حسب يعني قصدك مثلا اذا كان جوليو روميت فهي قصه حب حب عاطفه دي مؤلفه زي ما قلت من حيث انتهى شكسبير يعني يعني مثلا الحب او العواطف الانسانيه وبتدولها ما خدناهاش من شكسبير احنا يعني ابتدينا زي ما الاستاذ حسن قال من بعد ما بتدولها المذاق كمان الموسيقى في الحي الشرقي احنا لم ناخذ من صوت الموسيقى غير فكره اب عنده او عنده اطفال ودي موجوده والام مش موجوده فقط هذه والاخ فهيم عمل حدوته حلوه قوي الحقيقه الفكره تعتبر عالميه يا ترى وبعدين ليا كلمه الحقيقه يعني طبعا هو السؤال الخطير اساسا يعني بنقول اين المؤلف المصري ودي حقيقه احنا يمكن في قصور بالنسبه للتاليف المسرحي عامه لكن دي مش النهارده ما تعتبرش عقبه للانتاج المسرحي الثلاثي بالذات اما بيجوا ينتجوا مسرح خاصه من 4 سنين بدأوا يقفزوا قفزة كبيرة من ناحية الإنتاج المسرحي ومن ناحية الرؤية المسرحية بيشوفوا الحركة المسرحية كمجتمع احتياجاته إيه ويقدموا له فن نظيف بنسبة قد إيه بدون الإسفاف وأيضا ما بيبصوش لدافع التذكرة قد ما بيبصهم لإرضاء القيمة الفنية وبالتالي كان لابد أن يتعثر الاختيار بالذات احنا عاوزين نسخر او نوظف طاقة الثلاثي لعمل مسرحي معنى كده ان هيجي مؤلف يفصل عليهم تفصيل وده كمان خطأ لان احنا مرينا به في الريحانيات اساسا بالرغم ان الريحانيات كانت برضو مسرحيات مقلوبة كلها مقتبسة المرحوم ابو سعود الابياري كان اغلبها حاجات فرنسية يعني. طبعا والجميع الحقيقة من هنا كان لابد بالنسبة للثلاثي بالذات انهم يلاقوا فكرة انسانية عظيمة جدا وأيضا من الناحية الاجتماعية ما تتعارضش مع أفكارنا مع أخلاقياتنا كقيم روحية وكل شيء وتكون فيها الشخصيات اللي هي قريبة منهم اللي تقدر توظف طاقتهم وبالتالي كان لابد من إيه من الاقتباس ده بس في السنوات الأخيرة الحقيقة بدأ الاقتباس يتاخد فقط نواة منه ويتنسج من جديد بفكر مصري بظروف مصرية طب سؤال صريح يعني الحقيقة يعني أنا من الأنصار المتحمسين جدا للقطاع الخاص في المسرح وأيضا في السينما
ولا أعارض في وجود القطاع العام عشان يعمل حاجات اللي المسرح الخاص القطاع الخاص ما يقدرش يعملها يعني. لكن أنتم مش شايفين معايا أنه عدد كبير من المسارح الخاصة بدأت تعتمد على عمليات إثارة وشوية إغراق في الجنس ونكت مبالغ فيها أو خارجة إلى حد ما بقصد يعني استجلاب أو بقصد الشباك. الحكاية دي نتكلم بصراحة شوية. لا الفرق دي أنا ما اعتبرش فرق قطاع الخاص لغير الفرق اللي ليها بيت مسرحي، دي فرقة قطاع خاص. لكن اللي بيأجر مسرح عشان يشتغل شهرين ثلاثة يهبر له هبرة ده رجل تجاري سميها فقاعات كلها. وبعدين دول ناس بيسيئوا للفن عموما للقطاع الخاص والعام. بعدين في ميزة هنا في الثلاثي ان في رقابة مننا على نفسنا، يعني لو حتى فلت مني انا ليار جايز فالاستاذ حسن بينبهني في النقطة اللي هي يجب ان انا اقف عندها. لو فلت من اي حد العيار برضو وننبه بعضنا ليه. وطبعا موجة الجنس بتجتاح العالم كله، ويمكن احنا حاجة بسيطة جدا بالنسبة لما يحدث في الخارج، لكن برضو احنا لينا شرقيتنا ولينا تقاليدنا ومفروض ان احنا نقف في وجه الموجات الضارة يعني. مش كده ولا ايه؟ هو ممكن ساعات الجنس يتقال على المسرح بصورة مهذبة جدا. لو كان الموضوع يحتاج فعلا. واحنا اكثر من مرة ممكن تتقال نكتة او حاجة ظريفة كده ومحترمة جدا وتتقال بطريقة ما تخليكش تحس وانت قاعد بأي شيء، بالعكس تضحك وتنبسط. إذا استدعى الموقف استدعى الموقف ما تتقالش حشر يعني. إنما ما تتقالش بطريقة مبتذلة زي ما بيحصل يعني. مش مقصود من المسرح الضحك إنه يقعد يزغزغ الناس بالقوة ويخليهم يضحكوا. أي واحد بيتزغزغ بيضحك يعني. مش بنتكلم عليكم، احنا بنتكلم قضية المسرح الضحك. كلمة حق تتقال الحقيقة بالنسبة للثلاثي، هو يعني هو ممكن التورط في قضايا الإثارة ده حتى برضه جوه الثلاثي يعني. حتى يمكن التورط بيجي فوري أثناء العرض مش في النص نفسه. لكن في حاجة لابد انها تتقال بالنسبة للثلاثي. الثلاثي اول من بدأوا الكوميديا الموسيقية وعاشوا الكوميديا الموسيقية ومستمرين فيها وبيحاولوا يأكدوها، بل النهاردة بيصرفوا عليها مبالغ كبيرة جدا في سبيل وضعها في القالب العلمي السليم للكوميديا الموسيقية. النهاردة برضو وهم بصدد جوليو روميت بيبحثوا عن ايه؟ مش بيبحثوا عن قصة تربط ذكر وأنثى اطلاقا، بيبحثوا عن السلام على مستوى المجتمع الإنساني كله عالميا. ويمكن الأستاذ فهيم يقدر يشرح القضية دي لأنه هو المؤلف الرواية. هي الرواية بتحمل باقة حب كبيرة جدا لكل الناس يعني، حتى اللي هم بيعتبروا خارجين عن المجتمع أو خارجين عن القانون. فوضحنا أن فيهم لمحة إنسانية ممكن الحب يخلق منها يخلق منهم بشر تاني. يعيدهم إلى بشريتهم تاني. وأكدنا دي. فهي باقة يعني كبيرة جدا من الحب. دعوة حب. نوعيات من الحب يعني. سمير في معبوسي ده نوع من الحب. جورج المجرم الشرس العاتي جدا جواه نواة إنسانية كبيرة جدا. في طفل في الرواية هو اللي بيطهر الشخصيات وبيوصلها إلى حد التسامي وبيقول للناس حبه. هو دع الطفل نفسه بتكوينه بطهارته هو دعوة للحب. بوسي هي الحب، كل الحب، رمز الحب عبر سنين الإنسان في حياته الحب كله. وبوسي ده بتتكلم عن الحب مدام بوسي أنت الحب كله رمز للحب فعلا يعني هي القصة بتبين ان الحب ممكن يعمل حاجات كتير قوي في المجتمع يعني. حتى الشيء اللي بنقدر احنا نقول عليه انه خارج عن المفروض يكون في المجتمع فممكن بنرجعه له وبنقول ان هو ممكن يعمل حاجات كتير. تعرف حضرتك ان الفرقة دي اساسا مبنية على الحب. فرقتنا اي عمل لازم نحب يعني نحبه. المجموعة كلها بتحب بعضها، فكل عمل بينجح هنا لانه بيتم في حب. طب واللي بيطلع من الفرقه بتفضلوا تحبوه برضو على طول؟ لا هي اسره فعلا. اللي بيطلع اللي بيخرج بره الفرقه لا هو احنا ما عمرنا ما حصل بينا وبينه عداء يعني. الاسر كده لا يعني كان في منها بيتزوج وبيخرج منها كاسره فبرضو بيحبوه يعني. مش لا يعني فتره قعدته مع صفاء
لانه كان في لون الروايه بيحتاجها دلوقتي بوسي لانه لون الروايه بيحتاجها اذا هتحبوا عدد كبير قوي طب تحبوا تختاروا للمستمعين اللي بيحبوكوا يعني حاجه غنائيه كده تقولوها مع بعض ايه وفي حاجه كنا عملناها احنا في فوزير رمضان السنه اللي فاتت وبعدين كل طلعت هوجه بعدها اللي هي الساحة دحنبو دي كانت اساسا ان احنا اللي عاملينها يعني فنقدم حتى من هو لفظ احنا ما نقولش كده احسن يا اذوكوا بقى لا احنا لما لقينا الهيصه في الحكايه دي استغربنا قوي فقلنا طيب خلي اللي يقولها انما هي احنا عاملينها في صوره اغنيه اب وام والطفل عامل لهم مشكله فبيعالجوها طب نسمع شيل الولا من الارض هد الواد نابوه يا عين الولا بيعيط السح السح الدحنبوه الولا عشان يا اخواتي يا اخواتي ما راضيش اقوم الولا روشني روشني خلص وهشق هدوم يا ناس رابع بزازه يشطها وتصحن الكوتات يا جهل سيب الواد الواد عنده استعداد طالع شوت من يوم وبكره يهد الاستاد الواد مليان حيويه طالع اسم الله لابوه اه طبعا طالع ليا عايزين ليه تكتموه طب شيل الولا من الارض شيل الواد من الارض هد الواد لابوه يا عيني الولا بيعيط السح السح الدحنبوه الولا عطشان يا اخواتي يا اخواتي حرام اسقوه ده الكوبليه الاولاني يا ترى بالنسبه للحياه المسرحيه قطعا بتحصل حاجات غريبه على المسرح ما بيحسهاش الجمهور وساعات الحاجات دي بتبقى مليانه مفارقات وساعات بتبقى مليانه مواقف حرجه ممكن تحكوا لنا كده حاجه حصلت لكم في حاجات كتير قوي يعني مثلا اقرب حاجه في روايه موسيقى في الحي الشرقي في بيحصل انفجار معين في المسرحيه مفروض جورج انا وجورج نبقى على المسرح والانفجار بيبقى ورا وفي فادي عكاشه الممثله اللي فوق المفروض اطفال بيعملوا فيها اللعبه دي بيعملوا انفجار فيتحرق الشارع فكان من ورا الكواليس بيمسكوا بومبا بومبا صغيره وتنضرب فلقيتها ضعيفه والروايه شيك وقويه وحلوه انا لا نعمل حاجه مين قالوا لنا في واحد بيعمل انفجارات شو لقينا واحد بعضلات داخل المسرح قالوا لنا ده مش عارف واحد ظريف قوي دخل ايه قال لا تحت امرك في ايه ما يقوش غير تحت امرك طب ورينا لا انا مش خلاص تكل على الله فقلت له نعرف تجربه هنعمل ازاي لا خلاص وانا بس اديني الكيون بتاع الفرقعه وانا نفرقع حط فرقع ايه قال شويه بارود وحطينا شويه بارود كده في حته بكريت بوم عاملين المنظر ظريف قوي قلت له يجنن قال لا ما نعملها بقى كهربا بقى وبتاع اتفقنا مع البي مساعد المخرج الاستاذ احمد بدر الدين الله يستره يا احمد اعمل معاه بروفا قال لا انا عارفه كويس وبتاع مفروض مساعد المخرج عمل بروفا معاه بالنهار انا وجورج داخلين المسرح لا لينا ولا علينا كف مصعم خيام والتاني موضب الاسلاك بتوع المفروض انفجارين انفجار مره وبعديه بدقيقه انفجار تاني واحنا جاهز ومستني بقى مفاجاه حلوه قدام الجمهور ويا بي لا ادري ونسمع مش هقول حاجه قنبله انفجار عماره بتقع وجينا في المشهد الديكور بيقع طلقه لقيت ودني وكان وتحت جورج بالظبط راح الضربه كان جورج على السلم حسيت وداني قفلوا الميكروفونات صفرت لقيت البناوير بتجري ده حرب البناوير فتحة قد كده هم ولعها كرة خرم خرم الناس بيجروا من المسرح الناس جروا بيقول ما مدير صاحب المسرح اللي اسمه طلعت حسن بدون ما يشعر لقى نفسه في الترعة بيجري بره ومش عارف ايه وقال الحقوا شوفوا ايه عندنا مدير مسرح طويل اسمه الموجي المفاجأة دخل في الخرم المفاجأة بقى ان في انفجار تاني فاحنا بصينا ورا الكواليس وقالوا له خلاص قولوا له كفايه قولوا له ولا يمكن وبعديها بسنه راح فائع الانفجار التاني ده خلص علينا كانت الناس مشت خلاص وكان يوم رهيب ده اللي كان بيقول لكم خليها على الله خليها على الله اتكل على الله وان شاء الله حاجه حلوه وبعد ما مشي قال لا مؤاخذه كنانه يعني قلنا لا ما فيش حاجه خالص لا ما انتم ما تخافوش يعني انا مسؤول منكم هو عايز يقول المهم انا قابلت هذا الشخص بعد كده في فيلم مدرسه المخرجين البرلمان بنعمل فيلم المفروض انا لابس طربوش بيعمل فجار فوق الطربوش قلت ابدا هو يقعد ولبسوه الطربوش وفعلا اتصور طربوش وهو بينفجر
قال ما فيهاش حاجه. وانفجر الطربوش ولقيت شعره كله مولع كله. انا باروكه كانت هتولع. وانت يا جورج تفتكر ايه؟ هو انا يعني بمسك نفسي كويس قوي قوي قوي، بس اللي ما بمسكش نفسه على المسرح سمير. ازاي يضحك يعني؟ مش يعني هو عين يعني لو جت الصاله وشاف يعني منظر غريب. انا بقول حاجة، ربنا يوصل. الضحك بيجي الضحك، ما بضحكش يعني بحس ان انا مع الجمهور، ما بحسش انا يعني محترف لدرجه ان انا اقول الكلمه باللفظ. بالعكس بحس ان انا بفرفش مع الناس. احب قوي حقيقي ان انا اشعر بشيء من الفرفشه اللي بشعر بيها، بانتج اكتر يعني. انت جزء من الناس يعني. جزء من الناس، بحس ان انا في خاطر بيجيني بقوله، انا منبسط والناس بتنبسط. ممكن افاجئ جورج بحاجات كتير على المسرح. يعني هو نفسه بيضحك. مره جورج على المسرح بيقول حاجه، قال يا بلي، وراح مدور دماغه على الحيطه ونسي الروايه وبيخبط في الحيطه. لا اصل حادثه حصلت لنا انا هو يروح مكررها في الديالوج. حاجه يعني مثلا بس يعني في مره، وكمان في حوادث تانية، هو لو بص في الصاله ولقى منظر غريب يبقى الروايه خلصت. دي الماساه بقى، دي مشكله يعني. في مره كان في بنوار في النص، عيله كلها حول. كل العيلة، كل الراجل والست بتاعته والولدين والخدامة كلهم مش ممكن يعني. في اللي عينيهم بتبوس بعض واللي عينيهم خصبة يعني. يوميها العرض فعلا كان مهزوز جدا، مش يعني انا مش قادر. طب ما بتبص لهمش يعني. مش ممكن، ما هم بصلت لهمش، ببص لجورج بتخيل وش الراجل في جورج يقعد يتخيل في كل واحد. وبعدين يعني عشان يبوظ الدنيا سمير بالذات يعني، يجي مثلا زكريا يكون داخل المسرح يقول له شفت، بص البنوار اللي في المسرح ودنه يعني طويل قوي اسمه زكريا. زكريا ما في ده يعني، راجل جثه كبيره يعني ضخم خالص يعني. ده لما يضحك على المسرح يعيط يعني، راح باصص في صعمه على طول، ما ينطقش بعد كده. استاذ جورج، استاذ سمير، من ضمن برضو المشاهد الحاجات اللي بتحصل، مثلا مفارقات في مسرحيه موسيقى في الحشا يعني، في اطفال. فكان الحاجة الظريفة اللي بيجي جايب كل عياله معاه عشان يتفرجوا على الأطفال، فكان نص المسرح بالظبط أطفال. في وسط المسرحية بقى والمسرحية شغالة، وتسمع تعليق ظريف من طفل قاعد في الصالة. فكان في طفل معين أنا شغال ومندمج في الرواية، وده واقف على الكرسي يقول لي عمو وموقف أنا شغال درامي عمو، وابص والاقي كتله قمر يجنن حته بتاع زي القلبوز، وقاعد على الكرسي وهو فرحان قوي، عايز عمه سمير عايز يكلمه. ابوه يمسكه من ايده وده يسقف، والمسرحيه سكوته في حته المفروض انا متاثر، العيال ماشيين، عمو ايه ما اضطرتش بقى، قلت له يا ابني عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يقول لي عمو. فضلنا طول الروايه جورج يدخل يقول له عمو، والناس تضحك واحنا تضحك، ما قدرش ان امسك الولد ابوسه واقعده تاني حقيقي. بس استغلتوها يعني. لا طبعا استفدتوا منها يعني. موقف تاني ظريف كان حصل لنا في روايه طبيخ الملائكه الاستاذ حسن عبد السلام، ما يعرفوش ده، كان وقتها الضيف الله يرحمه موجود، وفي عز المسرحيه والنور انطفى. والناس قاعده، يا اخوانا يهديكم يا بلدية يا مطافي يا بوليس، ان النور يجي ما يجيش وعينك ما تشوف الا النور. والجمهور بقى فصل في الروايه، نعمل ايه؟ قعدنا نص ساعه الناس ابتدت تمل ومش عارفين، قلنا الناس تستنوا ولا تمشوا، قالوا احنا قاعدين معاكم. جبنا ثلاث بطاريات والله، وطلعنا احنا الثلاثه وكل واحد بالبطاريه عليه. اولا نزلنا كاكولا لحساب الفرقة، وبقت قاعدة، وقعدنا على المسرح وبقت نكت وحوار ظريف ودردشة حقيقي، وقعدة عائلية من أجمل ما يمكن. ده نكت بقى متبادلة على طول، وزيطة ومش عارف إيه، وبقوا سعداء جدا، والنور ما جاش والناس انبسطت وعدت المسرحية. الحمد لله النور ما جاش. ما جاش يوميها ما فيش. قلنا اللي عاوز يجي تاني، أصلا كان باقي فصل من الرواية، حكينا لهم اللي فاضل ومش. مدام بوسي، يا ترى ليكي ادوار اخرى غير التمثيل على المسرح؟ يعني مثلا هتغني، هترقصي، هتعملي استعراضات؟ والله المسرحيه كلها استعراضيه، واستعراضيه كبيره يعني، فيها كذا استعراض، وفيها هنا وفيها رقص، ومش لي انا بس، اللي هي وجورج وسمير والاعضاء الفرقه الباقيه. جورج وسمير بيرقصوا؟
ده سمير هيرقص باليه. وإذا كان الأستاذ حسن عبد السلام بيخرج وهو بيرقص فلازم الفرقة كلها تتأكد. مين عامل الألحان؟ الألحان الأستاذ حلمي بكر، والكلمات الأستاذ حسين السيد، وتصميم الرقصات كمال نعيم. ده مجموعة هايلة الحقيقة. والديكور مجد رزق. ده برضه ديكوريست الفرق ده. وفي الحقيقة الأستاذ حلمي ألحانه المسرحية ألحان رائعة. هو أول ما بدأ في المسرح بدأ معنا وهو متمكن في ألحان المسرحية. ممكن بالمناسبة نسمع حاجة من الألحان المسرحية للمسرحية الجديدة؟ إن شاء الله. أهلي وأهلك عايزين إيه؟ هيحاربونا الإمتى وليه؟ وليه؟ راميو وطي صوتك. احنا هنا بنحب ونبني، وجوه الضلمة بنزرع نور بنزرع نور. لو يسيبونا النور ده حيطلع يفرش ارض السما بالنور ونزرع نور. غيرنا هناك بيقيموا مدابح والطر خلى الغدر بحور، تحت الشمس الدم بيغلي بيغلي. نفسي واحد بس يقولي ليه الحب يعيش في الضلمة وليه الظلم يعيش في النور؟ ليه الحب يعيش في الضلمة وليه الظلم يعيش في النور؟ دافع عن نفسك من مدة انا عايزك، الليلة دي حبرزك وده من سوء حظك. دافع دافع جوليت دي قريبتي يعني من عيلتي، وانا جاي الليلة احمي شرف عيلتي. جوليت دي حبيبتي وامانة في رقبتي، وانا مش هسمح لك. دافع دافع عن نفسك روميو، خد بالك دافع عن نفسك. مالك مسروع عليه ليه؟ الراجل طاف ساكت ومحدش سامع عليه. روحي وعليا النعمة انك تحفة، ما هي دي الحدوتة اللي لقيتها ويا الكراكيب جوه القفة. بقى هم دول روميو وجولييت؟ كانوا زي حالاتنا حبيبة. ده الحب شديد قوي يا عزيزة، ده جايبني ماشي من الجيزة. سنتين على الحال ده عشان احوش المهر بريزة في بريزة. زن 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 ده الحب شديد قوي يا عزيزة، ده جايبني ماشي من الجيزة. سنتين على الحال ده عشان احوش المهر بريزة في بريزة. زن 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 يا حبيبة حسب. حبيبت عزيز. أيها السادة شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى. طاهر أبو زيد.